برضو يعني كانت من ضمن الحاجات اللي الواحد كان بيستفيد منها ان انا طبعا كنت موجود باستمرار في مركز شباب، فكنت بحب اللعبه. يعني انا حبيت لعبه تنس طاوله، وكنت بحكم بقى لاصحابي وكده. وما فيش في دماغي ان انا مارس يعني، ولكن هي كانت البدايه ان انا مثلا حسبت بونت على واحد كره جت تاتش، فانا شايفها فقلت تاتش، فقال لي خليك في حاجه تقدر تعملها، مالكش دعوه خليك في حاجه واحد تقدر تعملها. قال لك كده؟ زعلت يوميا؟ لا بالعكس، يعني انا خدت الكلمه وعادي، وما فيش في دماغي برضو يعني. ولكن بعد الفتره كده انا فكرت في الكلمه، فقلت طب يعني ايه اقدر اعملها يعني. فحاولت ان انا امسك المضرب تحت باطي مره واثنين وفشلت. بعد كده بمسك المضرب باسناني وبحطه على الطاوله كده، ففضلت ماسكه اللحظات، وبعدين سحبت كوره بدراعي كده على المضرب وبدات انطق الكوره لفوق، فلقيت الكوره بتطلع معايا يعني ما شاء الله. فبدات اوجهها على الحيطه، لقيتها بتيجي معايا وبترجع في نفس المكان اللي انا يعني الدقه بترجع في نفس المكان اللي انا عايزه يعني. بدات بقى بالفعل في ان انا اجيب نص الطاوله احطه جنب الحيطه واتمرن لمده سنه كامله لوحدي بدون ما حد يعرف عني اي حاجه. يعني انا اخر واحد بيخرج من مركز شباب، يمكن ساعه يوميا بتمرن الصبح وساعه اخر النهار. لوحدك؟ لوحدي. محدش كان بيساعدك في القصه؟ لا، هو كان موجود الله يرحمه، كان عمي كمال اللي هو كان العامل اللي موجود في مركز الشباب، ولكن هو كان عباره ان هو كان بيسيب لي الطاوله يعني، وبعد كده بيجي يحطها مكانها. كان بيسيب لي الطاوله احركها جنب الحيطه كده، وهو بقى يعني بينظف بقى مركز الشباب، بيجهز حاجته بتاعت تاني يوم، وانا شغال لوحدي يعني، قاعد اتمرن انا لوحدي. بعد سنه يمكن يعني بدات يعني اعلن ان انا بلعب تنس طاوله، وكانت اول حاجه كانت مع الشخص اللي هو قال لي خليك في حاجه تقدر تعملها. كان عندنا الله يرحمه كابتن اشرف عطيه، كان بيمثل دمياط في الدوري الممتاز مع كابتن علاء ابو العز. فقلت له اشرف، قال لي نعم. قلت له انا عايز العب فلاني. قال لي تلعبوا ايه؟ قلت له العبوا تنس. قال له هو انت بتلعب؟ كانت الاول بنقول بينج يعني. قلت له عايز العب بينج. فقال لي اللي هو انت بتلعب بينج ازاي؟ قلت له بمسك المضرب ببوقي. فعمي كمال الله يرحمه قال له لا، ده ابراهيم بقاله سنه بيلعب مع نفسه، وانا حاسس ان هو هيكسبك انت اشرف يعني. قال له كمان؟ قال له طب تعالى شوف انت بتلعب ازاي. ولعبت معاه بونتين. فقال لي لا كويس. قلت له عايز العب فلان. فقال لي ما فيش مشكله. قلت له بس عايز العبه في يوم يبقى فيه تجمع يعني بدات التحدي يعني. وبالفعل اشرف كان من الشخصيات اللي كان بيقدر يجمع الناس، وجمع فعلا الناس عدد كبير جدا في مركز الشباب. وبعدين عمل ماتش بينا وكسبته في اليوم ده يمكن 3-0، ويمكن دي كانت اول ودي اول مباراه للكابتن ابراهيم يعني. دي كانت بطوله، ما كانتش اول مباراه، كانت اول بطوله بالنسبه لي. الاراده والتحدي هي سمه القعده النهارده.